ايقاف مارو ممكن نحكي. صحيح. واستخدام دوريمي اللي شفناه برضو بيوم امس استخدمه بطريقه حلوه مع اختفاء وفليكر وقلت قدر يجيب اكثر من كل لصالح فريقه. فخلينا نشوف البكين الاخيرات يا كيوبا عند فريق الثرونز واللي راح يظهر فيهم رومر الفريق واكس بي لينر الفريق واللي بالتالي راح يكتمل فريق الثرونز وبضل بك واحد عند فريق الاكس. ياب ونشوف التصويت راح يوصل الى 240 تقريبا. نرجع ونكرر كل واحد يقدر يصوت مره واحده من اكاونت واحد، فيعني 242 شخص مو تعليق شخص قدر يصوت للثرونز اي سبورت وكذلك الاكس 112 تقريبا راح يختارون ماشا مستمر بفكره الانفيد مارو راح يحاول يعذب فاني كايرلي جيم وياخذ البوف من عندها ونشوف ثاموس حتى يكونتر ازميرال دبل ترو دامج اللي ممكن يكون متوفر عنده. راح نشوف عند الاكس البيك الاخير راح نشوف الميج اللي ممكن يستخدمه. بالنسبه لي اشوف ممكن يكون سيسيليون حلو بس كليد جيم حتى يعوض عن النقص اللي راح يكون موجود من فاني. كفاني ايرلي جيم تقدر تسوي شغل وسيسيليون يحتاج من وجهه نظري انه يكون موجود يقدر يكونتر فارسا بعد الدقيقة 15 إذا قدر يجمع استاكات حلوة فراح يكون عنده ضرر حلو. صحيح. إيف كذلك ممكن تشتغل بس إيف ممكن تكون مشكلة ضد كلاود لأن كلاود ممكن يفوت بطريقة سريعة ويأذيها بالكومبو ماته. صحيح بس أنا بحكي يا كيوبي برضو حتى وجود ميج نعتبر نحكي مثل سيسيليون ما عنده مثلا داش أو فليكر أو أي نوع فرامس. فرامس موجود إلى الآن راح يكون هو الميدلينر عند فريق الأكس. فنوقف في الفوت لهون او التصويت ومنشوف 257 صوت بظهر الثرونز بالمقابل الاكس عندهم 122 صوت لصالح فريقهم. هذا راح يكون المتابعين على حق ونشوف الثرونز راح يفوت في المباراة الاولى ولا الاكس راح يقدر يفوز. التشكيل امامكم ومنشوف انه خيار فرامس كان متوفر بس ما صار صراحة خطر على بالي لأنه اللاعبين قاعدين بيشوفوا إيش الخصم اللي ضدهم هو محترف فيه ما بيشوفوا الميتا زي كأنه أي جيم عادي. لازم تدقق على خصمك تدرس خصمك وتشوف تحركاته. فيا كيوبي مباراة راح تكون من نار خيارات كلها كاونترات. بصراحة متحمس كثير إني أشوف هاي المباراة. مباراة صعبة واللي مثل ما قلت اليوم هو نهائي دوري مواجهة الأبطال. اكتب لنا رأيك بالتعليقات منو من رأيك فاز بالدرافت فيك فراح نفوت على الجولة الأولى بين العمالقة الثرونز اي سبورتس وفريق الأكس. كل واحد من الفريق ده يتوزع كل واحد ده ياخذ مكانه بالمباراة. هذه راح تكون حرب دامية بين الفريقين ونشوف بدأنا. فريق الأكس راح يبلشها بانفيد مع فارسا بلشوا بالريد ومثل ما نشوف فرامس راح يكون موجود ما رد يحاول انه يتقرب راح يحاول انه يدمج او فاني تقريبا ما عنده املم الجنجل فممكن هذا الشيء اثر عليه دي يحاول انه يتقرب والضغط وممكن ايزن يروح بيها كفيرست بلاد وجوه التور موجود وبالفعل مارو راح يقدر يسويها يقدر يجيب الكيل السريع. مارو أسطورة الرومر راح يقدر يعذب ايزن جوه التور. منشوف فيرست بلاد راحت لفريق الثرونز لايد مارو تحديدا ومنشوف افضليه حلوه صارت للثرونز. كفاني تموت كايرلي جيم ليو مرتاح بشكل تانية. كبير اوه لا راح يروح مره ثانيه يرد يرجع وراح يرتاح ليو بالريد باف. خلونا نشوف مارو ايش اوه حلوه الحركه من فريق الاكس انه يحصروه بجدار وهوك بس هل راح يقدر خلونا نشوف. اوكي اذا نشوف فاني هنا راح يقدر ياخذها بكيبل راح يحاول انه يهجم عليه بس قرر انه يرجع. بالنسبه له كانت ممكن تكون مشكلة باعتبار انه اكاي موجود راح يحاول ياخذها من عنده وريتبيوشن صحيحة من ليو. نشوف الثرونز اي سبورت يبلشها باجرسيف حاليا اكاي ليفل 4 بينما ايزن ليفل 2. فريق الثرونز دا يتألق من بداية المباراة. بنشوف فريق الثرونز سيطروا بشكل كبير بفضل امبلم الجنجلر. بنشوف اكاي فهو ليفل 4 فاني مجرد ليفل 3 جانج على هالك لازم يكون حذر. جيرالدو فاني ممكن يصير اوه ايزن راح يفوت عليه بطريقه سريعه كان ممكن يفوت جوا التور بس مارو كذلك متوفر هنا. يحاول انه يضغط الخصوم فاني حاليا بحاله حرجه راح يحاول يتقرب هنا. ازميرالدا ممكن تسيطر بس اكاي يقدر يسحبه وينطل فريق ادفانتج سلو افكت من هالك حاول انه يجيبه بس للسبرنت بتايمينج صحيح قدر يهرب من الهجمه الرباعيه من فريق الثرونز. فريق الاكس ترتل موجوده ايزن متأخر وبشكل كبير فالريتري راح تكون نصيب ليو بشكل أفضل. آيزن لسه موجود مارو ما لاحظ وجود آيزن فممكن نشوف حاليا جانج من هالك كذلك كانانوس موجود فخلونا نشوف الترتل من نصيب مين. فارامس راح يتقرب الرتبيوشن ممكن تكون إلى حسبه بالفعل آيزن راح يقدر ياخذها ليفل 4 سريع ويا فارامس بالألتيميت يحاول
نحاول نجيبه بالقصف الجوي هنا فارسه مستمر. اسميرالدا دا يحاول وراح يفوت الانفاني بس الانرجي راح تخلص راح يضطر انه يرجع لبلو بلوباف راح تغدر بيك يا ايزن كان ممكن يفوت ويجيب الكيلات بس البلوباف الها راي ثاني. هجمه بوقت مناسب من فريق الاكس حصلوا فيها ترتل ممكن تزيد من جولدهم وكدفاع ممكن تعطي دروع لصالح اعضاء الفريق وراح يروكل كان ممكن انه يظل بس المانا مش موجوده محتاجه مانا ازميرالدا لحتى تكون زي ما تقول تانك بدائي لصالح فريق الاكس واللي شفناها كانت فايته بين الخماسي اللي عند فريق الثرونز وكيليو في مكان خطير نانوس نانوس ده نشوف نانوس ده يلعب باجريسيف صحيح انه بنت فرمسي فكات ده نشوف انه صحيح بنت دولا لوي بس مثل ما نشوف مستمر بالضغط وده يحاول فرمسي يسوي شغل راتبيوشن راح يقدر ايزن ياخذها ده نشوف هناك لاود ثرون انه يروكل يعني حاليا نقدر نقول تعادل صحيح الثرونز حصل ادفانتج حلو كايرلي جيم بس اللي قدر الاكس يرجعها بنشوف اللاعبين وتركيز كبير من الفريقين الفوز مطلوب وكل فوز مطلوب في هاي المباراه فاحنا بنحكي عن النهائي والفاينل بين الفريقين كوبا قادر يلعبها ويضغط على هالك بس هالك لاعبها سيف وبيخلي ازميرالدا بنشوف انه افضليه نوعا ما لا ازميرالدا يا كيوبي بشكل اكبر من هالك بنشوف الاثنين موجودين والاثنين بيحاولوا ياخذوا او يمنعوا عن بعض المينيون بنشوف جانج على البوت خلونا ننزل تحت نشوف مارا وجروك مين اللي راح يجنق اكثر او اسرع ولمين راح تكون الافضليه فبنشوف 10200 لصالح الاكس بالمقابل 10200 كذلك فاني فاني قرر يلعبها ويبلش هجوم على مارو صحيح انه فاني نقدر نقول عنده انرجي بس ممكن يضيعها راح يحاول يصيدها الفيوري بس بالجدار ده يحاول انه يختبئ جوا التور يا حبيبي بس التيمت ما اعرف اذا كان عنده والانرجي غدرته حاول انه يجيبه الفيوري بس التالق اوكي كوبا كوبا دا يحاول بس التايمينج المتاخر من كوبا راح يقدر يحاول انه يفوت بس مع هذا مستمرين فريق الثرونز دخول حلو من الاكس بي لينر بس انطى ادفانتج الثامز انه يسوي كاتلين ياب قدر يعمل كاتلين بس لا ننسى انها ازميرالدا يا كيوبي فواجبها انها تقنق بشكل سريع منيون ما راح يضيع عليها على الاغلب وانا موجود مكان خطير ليو كذلك شادو اوكي راح يفوت اكايو بالالتيميت راح يقدر يسحب الحمدان موجود وده يحاول انه يفلت بس الكير راح تكون من مصلحته دوريمي راح يحاول انه يساعد الفريق بس للاسف المشكله فريق الثرونز راح يكون مشكله بالنسبه للاكس راح يقدرون يسيطرون على الماكسمن راح يكون موجود الفريق هنا 4-5 فرامس محتاج الالتيميت ايزن راح يحاول انه يفوت اكاي كذلك يعرف انه جينجلر الخصم قريب فالموضوع صعب راح يحاولون يخلون الترتل ترسد خلينا نشوف اذا راح يقدرون فريق الثرونز مع الغياب 1-1 كان ممكن يفوزون كتيم فايت يب بدون الماركس مان وكلاود موجود على الاغلب كلاود قدر يجيب الديمون هانتر تحركات ايزن يا كيوبي بنشوف انها غريبه اوكي هجمه سريعه ممكن تكون من ايزن وضغط كبير وقدر يتفادى الضرر الموجود من ماشا كذلك كلاود وبالتالي نو انرجي مع الريتري فممكن تساعده حلو الحركه منك يا دريمي ضغط على جنجل فريق الثرونز وخلونا نشوف الترتل من نصيب مين اوكي مارو موجود راح يحاول يضغط ايزن بس ايزن دا يضيع انرجي مستمر بالهجوم الترتل راح تكون من نصيبه قدر مارو الى هيل ايزن لدرجه انه ما راح يشوفه موجود مارو وراح ينطيهم الكيل راح يقدر ياخرهم صحيح انطاهم كيل بس ترتل لذيذه المصر طلعت الثرونز ممكن نحكي نهاية جميلة كانت لمارو او موت جميل كان بالنسبة لمارو الموت الثانية بالنسبة له بس قدر يضيع الترتل على فريق الاكس ونقول هيك ترتل بترتل لكلا الفريقين ضغط كبير ومنشوف جادو جانجات حتى من الرومر تبع فريق الاكس موجود في البوت وجادو غني عن التعريف كماركس مان عند فريق الثرونز قدر يتألق ويثبت نفسه يثبت وجوده من ناحية اللعب فاني موجود ترتل او بلو باف كذلك وضاف قصر قصف جوي من فارسا اوكي فارسا راح يبلش بالقصف الجوي دوريمي راح يروح وراح يحاول انه يفلت التيمت من نانوس حتى يحافظ على حياته لجروك راح يحاول انه يتقرب من عندهم بس جروك المفروض يرجع ولو البوف راح تروح من فاني وان وان راح يفوت وراح يقدرون يجيبون ضرر على ماشا وراح يقدرون يكتلوا المارو بس راح يفوتون عليه جوا التور اكاي موجود بالالتيمت راح يحاول يسحب النانوس بدون الالتيمت وقدر يثبته بس راح يقدر يفلت باعجوبه فليكر من نانوس راح يقدر ينقذ حياته هجمة حلوة وأسطورية من جينجلر
لترونز بس الفليكر افسد كل شيء. منشوف معجزه صارت مع نانوز تحديدا، منشوف كانت محصور وبينه ثلاث، فاكيد كان ميت. فليكر كانت سريعه وبتايمينج مناسب قدر فيها يتفادى الستن الموجود من اكاي، فاني موجود ضغط كبير على التوب. هالك راح يكون ضحيه، هالك بدا يحاول بالفينجنز، مع ذلك لك ايزن راح يقدر يصيده وبدون بفات. دخول حلو من جينجلر الاكس على فايتر وبدون بلو باف، ومع وجود الفينجنس قدر يجيب كل ولا احلى. بنشوف كل من فاني، وكذلك كيوبي زي ما ذكرت عدم وجود البلو باف مع فاني اكيد راح ياثر. سيطره لليو واضح بالجنجل بين فاني، اوكي قدر يسرقها منه، وسيطره حلوه. التيمت من ليو كان ممكن انه يجيب ازميرالدا اندر تاور، فاني راح يبوش بس صعب على ازميرالدا. اثنين ضد واحد في التوب، فارسة بالمساعدة والقصف الجوي ممكن تكون. اوكي راح يقدر ليو يضرب الالتيميت، بس من وجهة نظري ضيعه باعتبار انه حاول يدخله جوا التور، بس اكو مينيون اوريدي، فالموضوع من وجهة نظري اشوفه انه ضيعها اكثر من ما استفاد من عنده، وقدروا يفوكسون التور. يعني صحيح اكاي ممكن يسوي شغل، بس الموضوع مو بهذه السهولة. ده نشوف كلاود هنا موجود، راح يحاول انه يجمع استاكات حلوة من التيرتل، ونقدر نقول يقدر يستخدمها حتى يجمع صحة. ديمون هانتر عنده سرقة حياة حلوة، فحاليا نقدر نقول تعادل بيناتهم، بس اللورد راح ينزل. وما شفنا ترتلات هواي صراحة، كلاود موجود هنا بالفينجنز راح يتفعل، حاول انه يكتله بس مع هذا ما راح يقدر. التور راح ينزل بالقصف الجوي موجود هنا، دي حاول ازميرالدا انه يرجع، بس مارو بالالتيميت راح يقدر يصيده للاكس بي لينر. ممكن يكون بداية حلوة للثرونز حتى ياخذون بها اللورد برضو يضغطون التورات، بس فاني راح يتقرب. ايزن شنو ممكن تسوي؟ فريق الثرونز دي ياخذ اللورد مع كل ثانية تمر، ممكن تكون النهاية. ليو يقدر يتقرب وباكاي بالالتيميت يقدر يحاول انه يدفع فاني ويحصره، وريتبيوشن ممكن تكون تنقذه. اللورد راح يكون له، فاني راح يفوت وايزن راح يقدر، فارمس راح يفوت بالالتيميت وده يحاول انه يضغط اكاي بالالتيميت، يحاول انه يثبتهم، قدروا يجيبوا الكلاود. فارمس مستمر وقدر فاني يجيب الكيل، ضغط عالي من الاكس، قدروا يجيبون ثلاث كيلات بدون ما يموت اي واحد من عندهم، وبل بالمقابل اللورد من مصلحه فريق الفاس الدموي. بنشوف يا كيوبي ولع هالاكس بفوتي من ايزن، سرق فيها اللورد وتريبل كيل كانت لصالح اعضاء الفريق. هجمه غير متوقعه من فريق الاكس، هجوم كرجل واحد على فريق الثرونز، خساره كبيره للثرونز، وفارق جول بتولع. فاني راح يفوت وايزن مستمر، حاول يصيد الفيوري بكيبلات بدون ما يوقف. يا حبيبي كبير يا ايزن كبير. ده نشوف التحرك من جينجلر، فريق الاكس قدر ياخذ اللورد بطريقه متالقه مع الضغط الموجود عليه، وكفيرست بلاد كان، بس نشوف الاداء الاسطوري من جينجلر الاكس. نشوف الاكس سيطر بشكل واضح بعد اللورد، بعد الضغط اللي كونه على فريق الثرونز، بس اكيد مش النهايه بالنسبه للثرونز. فريق كبير زي الثرونز صعب تكون نهايته على اللورد الاول بالدقيقه 10. فحاليا فاني عند البلو باف يا كيوبي، ضغط من وان وان واسترقت الريد باف من ليو، وليو حاليا من الضاغط صراحه يصير هو العاجز بالنسبه للبلو باف والريد باف تبعونه، ما راح يكونوا بايديه غير البلو اللي اخذها قبل شوي. فحاليا ضغط كبير، بنشوف فارق الجولد صار واضح بين الفريقين، 4000 في الدقيقه 10 يعتبر أفضلية حلوة للأكس، بس مش بشكل كبير. ممكن فايت بذكاء أو بحركة أو باستراتيجية ذكية يعملها لثرونز يقدر إنه يرجع في المباراة. فاني سيطر وفات فوتة حلوة، بنشوف وان وان حاليا ممكن بألتيميت يكون عنده الضرر العالي. وان وان وكلاود لعبوها سيف، جادو وحمدان يا كيوبي لعبوها بطريقة ذكية، بطريقة سيف إنه ما يموتوا كثير ويكون عندهم فارم عالي لحتى يساعدوا الفريق بالليد جيم. دوريمي بيحاول يعطي فيجن للفريق، ايزن كذلك بيحاول يكشف اي حدا موجود لحتى يعمل الضغط على فارس او حتى على كلاود، فالاثنين منهم يعتبروا ضحيه حلوه بالنسبه لفاني. صراحه يا عبود كاول دقائق الاكس كان عاجز الى حد ما ضد فريق الثرونزي سبورتس، وإذا شفت فحاليا فاني بدون امبلم جنجل، يعني كان ممكن تكون مشكله بالنسبه له انه ضيع بيها البدايه. يعني شفنا ليو كان ليفل 4 وفاني ليفل 2، بس مع هذا شفنا الاداء اللي قدر يسويه ايزن تحديدا، وقدر يرجع بالجيم بعد ما كان الى حد ما خسران بالمباراه. بدنا نشوف الفريقين دي يلعبوها بطريقه حلوه، فارق جول تقريبا يوصل الى 4000 بيناتهم، بس كذلك حيكون اكو ادفانتج لفريق الاكس، بس مع هذا صعبه انه نقدر نقول انه الثرونز ما راح يقدر يفوز بالتيم فايت. بالنهايه مثل ما شفنا غلطه واحده بس ممكن تكلفك هوايه. قصه من خمس روايات
مباريات يا كيوبي، بس توب 5 راح تكون بين الثرونز والاكس، ومين اللي راح يختمها هو اللي راح يكون الفائز. خلينا نشوف الضغط اللي دا يحاول مارو يا كلاود انه يوفره على نانوس، باعتبار انه اللورد موجود وازميرالدا دا يحاول يسوي سبليت بوش، راح يضطر اكس بي لينر الخصم انه يرجع ما يقدر انه يفوت ويساعد. بنفس الوقت ازميرالدا ممكن يحاول انه على الاقل يضغط اللين، اذا ما قدر يقدر يساعد الفريق بالتيم فايت راح يكون شيء حلو بالنسبة للفريق. منشوف حاليا فاني موجود في الميد، ليو كذلك موجود قريب من اللورد، كوبا ساعد في الفريق، ومنشوف هالك متأخر بالكلير ويف حتى ما يخسر التور، وان وان موجودة كذلك، هجمة حلوة ممكن تكون على يو. اوكي ازميرالدا راح يحاول يبلش الهجوم، حمدان كذلك اكادي يحاولون يجيبه بالقصف، جوي فارس حاولوا نجيب، بس اكاي مستمر بالدفع، دا نشوف كلاود راح يفوت ويا الفينجنس، حاولوا نجيب ضغط بس ايزن راح يفوت، دا نشوف الكيبلات، كيبل ورا كيبل من ايزن، دا يريدك يا فيوري بس راح يقدر يرجع، وجوه التور يا حبيبي، مستمر بالضغط هالك، وقدروا يجيبون الكيل الاولى، بل الكيل الثانية، بل الكيل الثالثة، وجبات لذيذة دا تكون ودسمة، المصلحة فريق الاكس، ثلاث كيلات ممكن تعني النهاية. لورد مطور راح يوقعون بي يمكن تورات فريق الثرونز الأساسية، فيوري ويا هالك كانوا ممكن يقدرون يساعدون الفريق بشكل أكبر من تمركز الموجود، بس أتوقع ممكن دي نشوف ملامح النهاية. منشوف يا كيوبي دقيقة 13 لورد لصالح فريق الأكس، فيوري بالدفاع بالألتيميت لحتى يحافظ على أكبر عدد موجود من التورات، ثانية وراح ينزل نزل جادو، بالفعل نزل مارو وايضا ليو الثانيه لحتى يكون موجود بساحه المعركه. منشوف يا كيوبي 39 او 40 الف للاكس مقابل 33 الف، منشوف انه الفارق صار واضح بين جولد الفريقين، فممكن تكون فاني لها سبب كبير انها تقدر تفوكس فارسا او كلاود وتعمل عليهم ضغط عالي. كوبا موجود بسكور جميل 1-1-1 بالمباراه، ضغط عليه وراح يجمون على كوبا ويحاولون يقتلوه، بالفعل قدروا ويجيبون الكيل السريع راح يقدرون يوقفون الضغط من الاكس. هذه الكيل كانت اساسيه، هذه الكيل راح تضعف من هجوم الاكس بالتيم فايت كذلك. اوكي ايزن راح يفوت بضرر سريع، راح يحاولون يجيبه، وماشا موجود، مارو راح يتقدم بيسك ورا بيسك من مارو، قدر يجيب الكيل والشت داون لمصلحه فريق الثرونز، راح يقدرون يجيبون ازميرالدا وراها ايزن. الثرونزي سبورت جدار دا نشوف صنديد عنيد، راح يقدرون يدافعون ضد الهجمه اللي كانت ممكن تكون نهايتهم بيها. لعبوها بذكاء وقدروا يصيدوا اثنين، فنهوا الهجمه من قبل ما تبدا على فريق الاكس. منشوف يا كيوبي الثرونز قدر يجيب كلين على الجنجلر وعلى الاكس بي لينر، فانتهت الهجمه قبل ما حتى ان تبدا بدون خساره الا تور الميد لين وهو التور الثاني مش الاساسي. بنشوف جروك موجود بمكان قريب، مارو وليو هم الرومرين او يعتبروا الشخصيات اللي بيقدروا ياخذوا الدمج المطلوب من فريق ودمجك جوي ودوري ميدا يحاول انه يبقى عايش. ده نشوف جروك موجود ضعيف ضد الضرر السحري، القصف الجوي من فيوري ممكن يكون نهايته يا دوري مي على يد فيوري، يعني دا تشوف الضرر اللي ممكن يسببه ميج واحد، حركة واحدة، بطل واحد ممكن يقلب المباراة 180 درجة. لو نحكي عن احصائيات، قولا واحدا يا كيوبي الثرونز له الكف بشكل كبير بانه يفوز في المباراة بحكم انه فاز مرتين، اوكي ثلاثة موجودين، سداسي موجود في الميد، ممكن تصير فايت جميل مع حركة ذكية من واحد من الفريقين، فبرجع بقول لك قولا واحدا يا فيوري راح يقدر يتوقعهم، راح يقدر يدمجهم، راح يقدر يقصفهم، ما اعرف شلون، بس فريق الثرونز قدر يتوقع حركتهم، قدر يتوقع وجودهم. طبعا لا احد يقول انه عليهم هكرات، الموجود عندنا جوالات خاصه من الشركه، كل شيء نظامي، كل شيء نظيف، بس فريق الثرونز بمستوى ثاني. اكيد يا كيوبي، فانت لازم تكون دارس تحركات الخصم وين ممكن يكون، وعدم وجودهم في الماب بشكل كامل اكيد مثير للشك بالنسبه لفريق الثرونز. بنرجع وبنحكي يا كيوبي الثلاث مباريات اللي لعبوها، اول مباريتين كانت من نصيب الثرونز، فممكن كارقام نحكي افضليه حلوه للثرونز من ناحيه الفوز، او من ناحيه بنقدر نحكي كنسبه وتناسب. بنشوف راح يجم على فيوري عايزين يحاولون يجيبه، بس مع هذا ليو راح يضطر انه يضرب الالتيميت حتى يحافظ على حياه الميج، وجود فيوري اساسي، الكفر الموجود عندهم والضرر السحري اللي راح ينقذ فريق الثرونز سبورتس، دي نشوفهم موجودين، دي ينافسون على المركز
المركز الاول اللورد بلشوا بيه. المن راح يكون اللورد؟ مارو راح يحاول انه يتقدم، وكذلك حمدان راح يقدر يفعل الالتيميت، بس الفينجنس موجود ممكن تاثر عليه مستمر هنا. حمدان بيسك ورا بيسك، فعل الالتيميت بس الفينجنس بتايمينج صحيح راح يحاول يرجع. كلاود راح يفوت بالكومبو سريع ويا اسميرالدا، دوريمي بالالتيميت قدر يعطيهم النوك اب، يحاول يجيبوا الفيوري بس مع هذا ما راح يقدر. ليو ويا جادو قدروا يجيبون الكلات بطريقه ولا احلى، راح يحاولون يفوتون على كلاود، راح يحاولون يجيبوك الماكسمن، وبالفعل هاز بين سلي. ليو دا يحاولون يضرب بالالتيميت حتى يثبتهم بس مع هذا ما راح يقدر. مارو دا يحاول يتقرب. مباراة من نار، مباراة حماسية، ما تعرف الكفة منو راح تكون. الأداء الأسطوري من الفريقين يخليك عاجز عن توقع أحداث المباراة. دا نشوف الضغط من مارو ودخول من ايزن. فيوري هو عامل اساسي فوزه ومستمر هنا. ايزن موجود، كيبل ورا كيبل من ايزن، دا يحاول يجيب الهالك بس مع هذا هالك صنديد وعنيد من فريق الثرونز. ماشا مستمر بالضغط، الثرونز يتراجع، جروك بالالتيميت ونانوس راح يتقرب، راح يحاولون يجيبوه ومع هذا ما راح يقدر. فعل الالتيميت بس جدار من جروك راح يخليه يرجع. فايت ولا احلى من بين الثرونز ويا الاكس، ولا اصعب من هيك مباراه على الفريقين بسكور 12-7 بين الفريقين. مباراة نار، مباراة حماسية، ولورد خطير ممكن ينهي أمال واحد من الفريقين. 6 ورات للأكس مقابل 1 للثرونز، بس اللورد إذا كان بجيبتهم أكيد راح يقدروا ينزلوا كل التورات اللي موجودة. دوريمي بالضغط على فريق الثرونز، بحاول يعطي الكفر لفريقه، وين وين شفنا ألتيميت منها كان على هالك، بس بالتالي أوكي ضرر فارسة عالي حتى بنحكي عن دوريمي حتى كتانك، بس كلنا بنعرف انه جروك يعتبر ضعيف ضد الضرر السحري. التيميت كل من مارو وحط دمج حلو على ايزن، ممكن نحكي على وان وان راح يكون الضرر جبار بالنسبه لمارو، فممكن يكون هدف مارو الجاي هو وان وان. نشوف الضغط من فريق الثرونز على اللورد، يحاولون انه يجيبوه باقل نقدر نقول خساره بالنسبه لهم حاليا. الجولد يميل مصلحة فريق العكس، بس مع هذا نشوف الثرونز يقدر ينافس. اوكي راح يبلش اليوم بالهجوم ويا فيوري بالالتيميت، دا يحاولون يجيبوا الفرامز بس مع هذا ما راح يقدرون. بالالتيميت راح يقدر يثبت وراح يقدر يرجع. فاتلهم حمدان، دا يحاولون يفوت ويضغط، بس كلاود موجود بمكان خطير ويا الفينجنس، دا يحاول يقدر يعطي النوك اب ومستمر بالهجوم. دا يحاول ايزن وبالفعل قدر يجيبه، وان وان موجود بالالتيميت يحاولون يجيبه، مستمر بالضغط. فريق الثرونز يتراجع، دخول من كلاود بس التيميت من جروك راح يقدر يقلب النتيجة، بس تقدم من ليو ممكن يكون قريب ويقدر ياخذه للورد بالكومبو اللي متعودين عليه من ليو. بس فريق الاكس يعرف الخطة، فريق الاكس يعرف الاستراتيجية شنو ممكن تسوون. حمدان راح يضطر انه يتقرب، بس القصف الجوي من فارسة جاهز، جروك دا يخرب كل الالتات، وايزن راح يبلش بالهجوم مرة ثانية على هالك، بس حمدان راح يضطر انه يرجع. كاي موجود بالالتيميت راح يحاول يجيب الدوريمي، قدر يثبت واحد من عندهم، وزميرالدا راح تهجم بالالتيميت، فارسة راح تتقرب، دا نشوف فرامز بالالتيميت دا يوفر الكفر، النوك اب السريع، وكوبا مستمر بالضغط على فيوري، قدر يوقع موجود بالمورتاليتي، وكذلك حمدان موجود، واخيرا فيوري راح يودع، وهذا كذلك هالك مستمرين بالضغط عليهم، بس راح يفوتون عليهم ماشا ويا ليو، دا يحاولون يجيبون الاثنين الباقين الامل، قادو راح يتقرب، بس كذلك وان وان، الفريقين يتقاتلون. الفريقين يريدون النصر، الفريقين راح يكونون لو راح يضطرون يتراجعون. اثنين كلات المصلحة فريق الاكس، وبس راح يضطرون يرجعون باعتبار انهم لو ممكن التيميت من مارو يغير النتيجة. حمدان موجود وقدر يرجع الاتش بي ماته، وكذلك قادو يقدر يفوت بالكومبو، بس جروك وجوده خطير بالالتيميت يقدر يكنسل الكومبو اللي ممكن يوفره. فينجنز ويا التيميت ممكن تكون قوية، بس التيميت من دوريمي راح يقلب النتيجة. دخول هنا من ايزون راح يتقرب ليو، التيميت من فارامس، اللورد راح يكون لو، ليو راح يتقرب من عندهم، المن راح يكون اللورد، وان وان يريد الالتيميت بس ضرر سريع، الويند اوف نيتشر راح يتفعل، يحاولون يجيبه، ايزون يتقرب وليو كذلك. فايت ولا احلى، فايت ولا اجمل، فايت ولا اطول، اللورد راح يكون لو، بس ليو راح يودع. الاكس بدا يسيطر، بس فيوري بالقصف الجوي قدروا يجيبون الاثنين كيلات، واللورد راح يكون من مصلحة فريق الثرونز اي سبورتس. بعد ما قدروا يجيبون الكيلات الاثنين، فريق الثرونز ضحى بثلاثة اعضاء حتى يقدر يجيب اللورد المطور، اللورد الاقوى. بالدقيقة 20 قدر يقلب المباراة من محكوم عليه الى حاكم ومسيطر في هذه الجولة. لا 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 مستحيل، الثرونز فعلها والله، وبدون اكاي قدر انه يس
يسرق اللورد هالك بطريقة حلوة، قدر يفوت بين الخماسي بالتيميت وقدر بالفعل انه يسرق اللورد. ضغط كبير صار بالفايت، من اطول الفايتات اللي ممكن تحسبها في التاريخ وممكن تحكي عنها ملحمة وليس جيم بين فريق الاكس وفريق الثرونز. ممكن نحكي وان بتحاول تدافع بالاضافة لانانوس بس راح يخسروا تورات كثير. بنشوف فيوري قادرين انهم يمسكوا الماب، قادرين انهم يساعدوا. مباراة عظيمة بين الفريقين، 18 كل لصالح الاكس مقابل 9 خسارة ليو قدام اللورد. اتوقعت انه خلص اللورد كان للاكس، بس هل كان له كلام ثاني، هل كان له رأي ثاني. ومباراة عظيمة بين الفريقين ومن اجمل المباريات اللي ممكن نشوفها حاليا في دوري المحترفين. دقيقة 22 خسروا اللورد بس برضو فكوا الضغط اللي موجود عليهم. فاني حاولت، ايزن حاول، وبنشوف ليو كذلك. فريقين مبدعين، وبنقدر نحكي يا كيوبي من اجمل المباريات اللي ممكن تمر على الناظرين وعلى المشاهدين. مباراة سيخلدها التاريخ، من الاقوى بل الافضل بل الاجمل من الفرق العربية، الفرق اللي تحاول تنافس على انه تكون افضل فريق بالشرق الاوسط، الفريق اللي ممكن ينافس بالان فور واللي يحمل اسم العرب على كل مهام موجودة من عنده حتى يثبت للعالم انه الريجن العربي كذلك قوي. ماكو شفقة وماكو رحمة بين الفريقين. راح يحاولون يجمعون على كوبا والتيميت مليو، دي يحاولون يجيبه سبرنت من عنده، دي يحاولون يساعد، بس مع هذا ما راح يقدر. استانو ولا احلى من الثرونزي سبورت، ومستمر كوبا بالهجوم، بس مع هذا فريق الاكس راح يقدر يهجم. دي يحاولون ينهون، خلينا نشوف اذا راح يقدرون، بس الريكور راح يكون بمحله. فريق الثرونز راح يقدر يرجع بالوقت المناسب بالدقيقة المناسبة، الوقت راح يكون عالي 50 ثانية تقريبا. إذا واحد من عندهم مات لازم ينتظر، يعني دا نحكي على تقريبا دقيقة أنت راح تكون غائب عن الفريق. أكيد، وهذا بيأثر بشكل كبير يا كيوبي. مباراة طويلة 23 دقيقة مرت كثواني بالنسبة إلي من كثر الاستمتاع اللي موجود في المباراة. أوكي فارسة بالألتيميت، بس نانوس بالدرع، وممكن وان تكون ضحية. يحاولون يجيبوا الحمدان، بس ما هذا راح يقدر يرجع بالانسباير موفين سبيد عالية، وراح يفوت لهم ايزن كذلك. دي يحاولون يجيبون الكيلات، بس فاني ما راح تكون بقوة الايرلي جيم، الموضوع راح يكون صعب على الاكس. وجود فريقهم مع فاني يقدر ينطيهم ادفانتج حلو، تحركات حلوة، بس مع هذا الموضوع راح يكون صعب بالنسبة لهم. يعني ده نحكي على فاني ليد جيم، يعني ايش قد ما يكون عندها ضرر ما راح تكون بضرر فارسة او ضرر باقي اعضاء الفريق، بالنهاية راح تكون موجودة بس مو بقوة الخصم. بنشوف حاليا اللورد موجود، وهذا اللورد هو الحاسم اللي راح ياخذ اللورد، راح يعتبر فايز. التيمت غير متوقع من فارسة لحتى يكشف الماب، بس ما كان حدا موجود في البوش. بنشوف اللورد موجود، اللي من نصيبه هذا اللورد راح يكون هو الفايز على الاغلب. وانا موجودة، وخلونا نشوف الفايت صالح مين. المباراة حماسية ونارية، وايزن دي يحاول انه يسوي سبليت بوش حتى يقدر يرجع، او يحاول يخلي واحد من عندهم يرجع وياخذون راحتهم بالهجوم، بس فاني راح يضطر انه يروكل ممكن اللورد اهم من السبليت بوش اللي ممكن يسويه. هالك راح يتقرب من عندهم، دا نشوف الثلاثة الموجودين هنا ممكن ياثر عليهم. دوريمو موجود وضرع علي، ويا فارسة موجود بالقصف الجوي، ومارو راح يني حياة الرومر 4-5. الفرصة الذهبية للثرونز انه ياخذون اللورد، ممكن يسووها، ممكن يجيبون الكلات اللي يريدوها، ممكن ياخذون اللورد اللي ممكن يقلب نتيجة المباراة. دوريمي راح يكون موجود خلال 40 ثانية، فالثرونز هل ممكن يستغل هذه النقطة؟ مباراة ولا اصعب بين الفريقين، والتوتر عالي كبير، وبنشوف ضغط على الاعصاب من ناحية الفريقين. راح يبدا الثرونز في اخذ اللورد، وهذا اللورد خطير بالنسبة للاكس. ايزن موجود في التوب متأخر وبشكل بعيد عن فريق الخصم، راح يخسروا التوب لين، وبالفعل قدروا يجيبوا التوب لين. فايت في الميد، وخلينا نشوف لصالح مين اللورد. مهم يا الشعب، بس الثرونز الى الافضلية ممكن يتقرب من عندهم هنا. والفارمس راح يقدر ياخذ اللورد بالفيرست مات مع وجود ليو، مع وجود الجنجلر من الثرونزي سبورتس. بس قدر نانوس اسطورة الميج اللي خلى حروف اسمه بلويي موجودة، وقدر يثبت نفسه، قدر ياخذ اللورد من بين ايادي الثرونزي سبورتس. موجود هنا اللورد المقوى، الاربعة موجودين من اعضاء الثرونزي سبورتس. شلون ممكن تضيع هذه الفرصة الحاسمة يا اكاي؟ هذا الموضوع قاتل، الموضوع حاسم. الفريق راح يحاول يسوي كلير ويف، بس دوريمي راح يتقرب، راح يحاول يجيب الجادو، متقربين من عنده، موجود هنا ازميرالدا راح يحاول انه يجيبه. دوريمي يتقرب على السكند، بس مع هذا ما راح يقدر. ايزن راح يحاول يسوي السبليت بوش، ممكن تكون
نهاية. خلينا نشوف شنو ممكن يسوي لثرونزي سبورتس. ليو ده يحاول انه يرجع وراح ينزل بالامورتاليتي. اسمرالدا بالتثبيت ويا اجروب بالنوك اب. الكومبو من الاكس يحاول يوقفهم. مارو راح يحاول انه يتقرب ويسحب اللورد، ما يريدهم يتقربون. وقادو راح يكون موجود، الكومبو سريع هنا بس قادو راح يبلع ضرر عالي. اضطر انه يرجع ده يحاولون يوقفون الضرر الموجود من اللورد. توراتهم الأساسية ده توقع، ممكن تكون النهاية. أمل ثرونز راح يقدر يدافع مع اقتراب الفريق، وفيوري موجود بفليك وارتمت قدر يثبتهم وقدر يصيده للرومر. الحركة اللي تعودناها نشوفها من ميج لثرونز سبورتس راح تشتغل بطريقة رهيبة، بس التورات راح توقع. 26 دقيقة من المتعة، 26 دقيقة من الإثارة. هذه هي مباريات على الطراز العالمي. بنشوف يا كيوبي مباراة من نار وفري ستايل كان من فيوري. القناص السنايبر قدر يصيد دوريمي للمرة الثانية باستخدام الالتيميت. مباراة من نار خسر فيها الثرونز كل النقاط وكل كل التورات اللي موجودة عنده من الضغط الكبير الموجود من الاكس، بس لسه فيها كومباك، لسه فيها امل يا الثرونز. وضغط على البلو باف تبع ايزن بدون الرومر ممكن انه يعاني، بس مع وجود نانوس الاسطورة قدر انه يظهر حاله بالفايت الاخير. وضغط كبير راح يقدر هنا ليو يثبته بالفعل، قدروا يجيبوا الفارمز بس راح يقدر ينزل خلال 7 ثواني. بالنهاية ده نحكي على باس الفارمز، هنا راح يحاولون ينهون الفريق لثرونزي سبورت. ما راح يكون موجود حمدان، موجود لا 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 ويا الويند اوف نيتشر ده يحاولون يجيبه، بس الضغط العالي وايزن تخرب. بيسك ورا بيسك من ايزن ممكن ينهون. بس راح يقدر ينزل موجود بالضغط والتريبل كيل راح تكون المصلحة لثرونز. حاول الاكس انه ينهي، بس هذه الفرصة انه فريق لثرونز هو اللي ينهي. موجود فارامس ويا جروك، هل يا ترى راح يقدر يدافعون؟ هل يا ترى راح يقدر يقاومون؟ فريق لثرونزي سبورت ممكن يرجع بالحركة سواها. ديلي ده يحاول يوفر دوريمي حتى يأخر الويف الموجودة. فارسة بالقصف الجوي راح يقدر يوفر الكفر، راح يخلي الفريق يتراجع. 40 ثانية حتى ينزلون أعضاء الأكس. ده يحاول يضغط الجدار، يضرب الفيرس حتى يوقفهم. ومارو ده يحاول انه يتقرب، الويف الجاية موجودة. هل الثرونز راح يرجع بالجيم؟ هل هذه نهاية مباراة اليوم؟ راح يتقربون فريق وقادوا موجود يا مارو. البيسك ورا بيسك من الثرونز، وبالفعل راح يقدرون يحطون بصمتهم، راح يقدرون يخلون لمستهم. فريق الثرونز سبورتس راح يقدر ينهي الجيم.